مسؤول كارير بنت لها كو ورنين الصومالي الصومالي تاعي ترى من هذا من منا الصومالي أنا مبدي استهاي أنت اللي هو بيعين غير بنت لها كذا وقش قويين وفيري وبس لي شعب يمامل وحرير بنت لها أنا في الصومالي تلكام كذي من منا المبدي استهاي تاعي مركا أرتا وحلا إلى الصومالي الآن وكل يعني أنا هاد مسلاي يعني أنت صومالي من مرة تو صومالي أبا بونسن نجرتو مدى عمركي اللي فسيرنا عبد الصومالي لأن لكن عام وعدوك في الصومالية شعب في الصومالية شعب في الصومالية نوين كسنين كيوين عبد الشعب نوك الشعب بها السكرة شعب في الصومالية يدعنا له انت عدي كتما عدوك بغلالة دمر كالصوني والسناج وهي كمدي المعملكة بنتلان معاملك بنتلان وكم دي دولة الفدرة على الصومالية شعب كم يشهد الدقن وكنا إلى عالي كوب يارينا هذا برشاو دنوال لي يفان معمول هاني النوان كو دنوال لي يفان يقول انت اكب حسن ومالله يقولي وحاكسنا اسمه ميام لي لاتشيغان وعقنا ان شعب كرير وهوي قلبيد شعب هذا صومالي كربوية رؤسنا نماها شعب درس بندين وحميان ودرس كلام مول هذا يجب دماء حسار كود وكد جزار وكد جلل لكن جزار كود موضع أها وقوة لها دين من نمني هان سيئين لي بدك درس كود أحو كم بوليان ويوهي يوهي ربطان كود وفيرين أي خاصة كم عمران وهذا يربى إذا حلاه وكون كهل ليه لكن واحد ترى النظام سياسة دين سوى عالم تاعي النظام كان هذا المصدق وحانو ملايين يا بلاير بهذا التوغي وليد ما عمشي ولي حكومة بالله داري من حوالي اللي ما حالي مستاري وحورة وحظامة تكبر على يوم الميلاد وحان سوحر إذا يا حدودة سوناني اللي هذا الصومالي اللي حدوده هذا هو الرأس دنبوني والرأس حسير اللي هو دور الصومالي يدين كاسره شموريد الصومالي وضنبا الصومالي اللي الصومالي اللي سبتك روا الصومالي دمك روا الصومالي نير هذا الجارة ومن كانوا حرفانين نجر توي سوريه يهي بدك روا كلا ديغان وحان مركوار ان عبد الله انفاون وحسنوني درابورة وبلك خلق القلنتي ساه ورواين دات صومالي دي قوت اسكو دانيان موسي السياسي دي اسكو سلاي سنتاي ايدو البقرة ما تليه لها ما كنت اغير دو ارين تاسينا ارين سوحانا يسماها انتا مركا عديانا ركتين وراني وحشتينين وضحو فير بنت لان وحان نقبل بون ارقينسة كمفضة مهدشة كمفضة وان لقياري كراه إذا مهدشة من ملاد الصومالية انت غير من كلانوية آدينا وغمرة بليانا هرقيسة عن الوحان قواء إنه صدره إنه هدي ديدان إنه خسوه هذا هي على عدة خسوه ما هدي ديدان من ملاد الصومالية إنه هي اللي خسوه معها من قردرنا هدرا قردرين في من قرب لبسي وماني والبطفين في لبار قدريه وحور وكسوه وحنا نقول لها درسنا وحنا نقول لها صومالي اليوم الرياضي بيجا مكلا إن درسنا ركوا لنا ورانا صومالي ما دنا اللي نعرفه صومالي بيشا يكتب سكول الله داي وسلام الله الله داي والسياسة المجالة هرجي ستال والله رم بدك درس كان إن هم هوني وحنا يديه يعني نصدق هو غير عن سلام بعدين حرني ما نزعلني فلاش ما نسكح ريني كنا نيالي هذا الشرعي هذا يدوك الجلم الجيري سواء الله إذا نيجي الدورية بالتركال اللي يقول تحدي ساك عبي إياك هاي هنا هنا عد المدي خيرك السكاي تالي يرى أبقى الثاني سواك وسؤال بعان اللي هو يدي موسى السياسي دي سي عدة تالي يفته انت أكد وحان قبارير بنت لان وحان نقبل دون قفير يقفوين درتين دون على هذا حكومة دي الشعب ذلك الدفاع عيسين اللي يستانه dhalinyaradu inay ciidamada galaan
dowladdu inay qorsheyn iyo barnaamij keento. dowladda maam xukuumadda cabdiwalaad markii horeyba loolanka ku dhashay inay gobollada maqan soo celinayso. maanta waxaan leeyahay xukuumadda fursad bay haysataa, shacabku waa diyaar, soomaali oo dhan baa diyaara, cid kasta oo sharafta iyo magaca soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed danaynaysa yaa maanta diyaar waxay u tahay. fikraddaa khaldan oo soomaaliya lagu ragaadiyey oo boogta ah in la daweeyo dalkana dib midnimadiisi loo soo celiyo. anigu marka waxaan odhan lahaa ciidamada iyo dowladdu waa diyaar, shacabkuna ha diyaar garoobo, gobollada laga sameeyo guddiyo, guddiyadaasi waa inay guddiyada taakulaynta ciidamada noqdaan, naf iyo maal iyo qalab iyo dhaqaale intaba. shacab ahaanna waxaan odhan lahaa aamusku waxba tari mayo, ficil qarsoonina ficil ma aha, in loo istaagaa loo baahan yahay dalka difaaciisa iyo xaqiijinta midnimada qarannimada soomaaliya. muusadii xinse wuxuu wadaa xaqiijinta kala goynta iyo burburka iyo kala taga midnimada soomaaliya u wadaa, bilcagsigeeda dad ku shaqeeya in la helaa rabaa oo ka shaqeeya sidii soomaaliya ay uga bixi lahayd bahdilaadda, ay uga bixi lahayd kala faystamaanta, ay uga bixi lahayd midnimo la-aanta, wadajir iyo midnimana ay ku gaari lahayd. ciddii fikradda kasoo horjeedana isku aragti laga dhaqan lahaa.